أنباء عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسية. ردت بسمة على الشائعات بطريقتها الخاصة عبر إنستغرام. إليكم في هذه الحلقة حقيقة انفصال بسمة بوسية عن زوجها. ترددت مؤخراً أنباء انفصال بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني بعد مقام أحد أصدقاء جليلة المغربية بعمل استفتاء للكشف عن هوية طلاق أحد المشاهير. فأعلن البلوجر حمودة حسين عن هدية للفائز وأكد أنه صاحب الإجابة الصحيحة أي مكانة الدولة اللي بيعيش فيها رح يرسل له هاتف آيفون برو ماكس 13 هدية. خمن الكثير من المتابعين انهم بيقصدوا تامر حسني وبسمة بوسيل بهذا المنشور، خاصة وانه جليلة بترتبط دائما باي خلافات بين تامر حسني وزوجته. تجاهل تامر حسني وزوجته كل الشائعات المتداولة حول علاقتهم، وشاركت بسمة المتابعين عبر خاصية ستوري على انستغرام مقطع مصور من كواليس فيلم بحبك اللي بيقوم تامر حسني بتصويره، واكدت على اعجابها باحساسه ومشاعره في الاغنية الدعائية للفيلم. هنأ تامر زوجته عبر السوشيال ميديا بمشروعها الجديد، وأكد إنها أسست لنفسها شركة مستقلة ورح تبدأ خطوات جديدة في حياتها المهنية. علاقة بسمة بوسيل وتامر حسني مرت بالكثير من المواقف المتوترة، حيث أعلنوا أنباء انفصالهم عدة مرات سابقة، لكنهم في كل مرة كانوا بيعودوا لحياتهم السابقة من جديد. وفي المرة الأخيرة تدخل عدد من المشاهير للصلح بينهم، وكان من ضمنهم المطربة أحلام. بسمة بوسيل وتامر حسني أبعدوا أبنائهم عن الإعلام والسوشيال ميديا طوال فترة طفولتهم لرغبتهم في أنه يعيشوا مرحلة الطفولة بطريقة طبيعية وهادئة بعيداً عن أضواء الشهرة. ومؤخراً استعان فيهم تامر حسني لتسجيل أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان. وبعدها أزاحت بسمة بوسيل الستار عن ملامح بناتها وشاركت المتابعين بصور لإلهم وهنأتهم بمناسبة عيد ميلادهم. ونالت الصور إعجاب الكثير من المحبين وتصدر بنات تامر حسني ترند السوشيال ميديا، وتساءل الكثير منهم عن صور بتكشف شكل نجله الوحيد آدم.